أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة المستجدات العسكرية غرب محافظة تعز. سيطرت قوات الجيش الوطني على 5 مواقع عسكرية استراتيجية جنوب غربي تعز، وأضاف مصدر محلي أن هذه المواقع عبارة عن مرتفعات جبلية استراتيجية تكمن أهميتها في إطلالتها على الطريق الرابط بين مدينتي تعز والحديدة. ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين خلال المواجهات، هذا ولقي عناصر من ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون في اشتباكات عنيفة مع الجيش في مديرية جبل حبشي غرب المدينة. مصادر ميدانية قالت لقناة بلقيس إن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم عنيف شنته الميليشيا بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي حققته العملية العسكرية الأخيرة منذ انطلاقها، وما أهمية السيطرة على المواقع الجديدة في الجبهة الغربية لتعز، وهل التقدم الذي أحرز يرتقي إلى مستوى الأهداف المرسومة للعملية العسكرية التي انطلقت من أجل تحرير المحافظة؟ قبل النقاش نشاهد التقرير. انتصار نوعي للجيش في غرب تعز. حقق الجيش أولى انتصاراته في جبل حبشي في 26 من شهر يناير الماضي في تحول وصف بالنوعي في مسار المعركة التي يخوضها ضد الإنقلابيين الحوثيين في هذه الجبهة من محافظة تعز. الانتصار في هذه الجبهة كان مفاجئاً وبني على حسابات عسكرية أخذت بعين الاعتبار الموقع الاستراتيجي الحاكم لجبهة شرف العنين التي مارس من خلالها الحوثيون حصاراً خانقاً على جبل حبشي. يمضي هؤلاء المقاتلون في طريق النصر بعد معارك خاضوها ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية في جبهة شرف العنين ذات الأهمية الاستراتيجية الحاكمة على طريق محوري يربط تعز بمحافظتي الحديدة وإب، وبالذات في منطقة الرمادة التي أصبحت تحت السيطرة النارية الكاملة للجيش. خلال معارك اليومين الماضيين سيطرت قوات الجيش على قرى الجبيرية والصفراء والقاعدة وجبل المنارة وتبت الأقحف والمشبك، ووصلت إلى قرية الصراهم التي تمثل آخر معاقل الميليشيا في هذه المنطقة. السيطرة على جبل المنارة، جبل المنارة وقرية الزعيف، هنا قرية الزعيف ونقيل الكراش، هذا هو نقيل الكراش، وهذه هي الرضم تحت السيطرة النيرانية، وها بعدها الخط الرئيسي، الخط الرئيسي هو خط الحديدة تعز، هذه الرمادة أمامنا هي الرمادة. يرابط الجيش حاليا في قرى الزعيف والعلافي وتلة المنارة ونقيل الكراش التي تمت السيطرة عليها مؤخرا، فارضا سيطرة نارية كاملة على منطقة الرمادة والخط الرئيسي الواصل بين تعز والحديدة. الحسم النهائي في هذه الجبهة صبر ساعات فقط في ظل الانهيارات التي تعاني منها قوات الميليشيا الانقلابية التي تكبدت خسائر مادية وبشرية وتجد صعوبة في الاحتفاظ بمواقعها إثر التحول الاستراتيجي في سير المعارك لصالح الجيش الوطني في هذه الجبهة. ينضم إلينا من تعز نائب المتحدث باسم حوار تعز العقيد عبد الباسط البحر، أهلا بك سيادة العقيد. حياك أخي وحيا الله المشاهدين الكرام جميعا. بداية، إلى أين وصلت العمليات العسكرية في محافظة تعز؟ ما زالت العملية مستمرة ولم تتوقف حتى هذه اللحظات التي حدثت فيها. عملية عسكرية نوعية شاملة شملت عدة محاور في مدينة في محيط مدينة تعز وفي جبهات الأرياف. اليوم الجبهة الشرقية تتقدم وتحقق انتصارات باتجاه قرية أو منطقة العدنة، هذا المثلث الذي يقع بين الطريق التي تأتي من صنعاء إلى عدن ومن صنعاء إلى تعز. هذا المثلث في ضاحية الحوضان الذي تم التقدم إليه والالتفاف على سباق السلال والمقرمي والجعشة التي تعتبر الآن تحت مرمى نيران الجيش وخلف ظهر الجيش الوطني، وسيتم التعامل معها كجيوب، ويتم الآن استهداف معظم التعزيزات إلى هذه الأماكن، وإن شاء الله بإذن الله يتم تطهيرها بالكامل، وبالتالي يكون التوجه بناحية ضاحية الحوبان الهامة والوصول حتى مفرق الراهدات في الحوبان. في الناحية الشمالية للمدينة أيضا كان هناك تقدم كبير جدا، حيث
أحرزت قواتنا تقدم بسيطرتها على حي الشجرة وعلى سلة محمود دائر وعلى بعض العمارات في الأجزاء الشرقية من جبل الوعش الهام الذي يطل على 50 و60 أماكن تمركز الميليشيات وخطوط إمدادها الرئيسية والخطوط الدائرية حول المدينة. وبالتالي هو الأيام القادمة السيطرة على هذا الجبل وبالتالي التحرك باتجاه الستين وتأمين المدخل الشمالي وكسر الحصار عن المدينة من الجهة الشمالية. وفي الجهة الغربية أيضا هناك مواجهات عنيفة وشرسة تقوم بها القوات في منطقة جبل حبشي لتطهير بقية أجزاء هذه المديرية وصولا حتى الرمادة من مديرية التعزية التي تقع على الخط الرئيسي الواصل بين تعز والحديدة وهي منطقة حاكمة واستراتيجية ونقطة في خطوط إمداد الميليشيات ونقطة تواصل للميليشيات مع أجزاء المحافظات التهامية. وبالتالي القوات تحرز تقدم في هذه الجبهة وتؤمن وتثبت الأماكن التي تقدمت إليها وأيضا هناك فرق الهندسية تواصل عملها بنزع الألغام التي زرعت في هذه المناطق في أحجام وأشكال وأنواع مختلفة وإن شاء الله بإذن الله أن التقدم يستمر في هذه الجبهة وغيرها. هناك أيضا مواجهات في جبهة مقبنة في عزلة القحيفة وفي عزلة اليمن وباتجاه البرح وإن شاء الله التقدم في جبهة مقبنة وجبل حبشي إذا استمر بهذه الوتيرة ممكن أن يكسر الحصار عن تعز من الناحية الغربية ويلتحم بجبهة الجبهة المتقدمة على الساحل الغربي لتعز في ذباب وباب المندب والمخا. طيب ستبقى معنا سيادة العقيد ونشرك معنا بالنقاش قائد جبهة جبل حبشي العقيد فؤاد حسان. أهلا بك، أهلا بك سيادة العقيد. فهي جراء هذه الحرب الدائرة في منطقة الضباب وجبل حبشي. طيب سيادة العقيد تسمعني؟ أسمعك. طيب لو نبدأ معك بآخر المستجدات في جبهة الجبل الحبشي، ربما كان أعطى صورة عامة المتحدث باسم نائب المتحدث باسم حوار تعز العقيد عبد الباسط البحر، لو تضعنا أمام الصورة الشاملة لآخر مستجدات الوضع لديكم في الجبهة. نعم، في آخر المستجدات كانت يوم أمس بمواجهات عنيفة مستمرة إلى حتى هذه اللحظة. تم مبدئيا اصرح بهذا التصريح انه تم كسر حصار منطقه العنين الخط الرابط بينها وبين بلاد الوافي وهر والعلافي والزعيف ومكائر. كان الميليشيات الحوثيه تسيطر على هذا الخط الرابط ما بين منطقه العنين من جهه الغرب الى بلاد الوافي من جهه الشرق، منعت مرور الساكنين القاطنين، منعت مرور الاخ الى اخيه، منعت مرور الماشيه، منعت كل شيء يزود به المنطقه. وبحمد الله تم بابطال وسواعد اللواء 17 مشاه ممثلا به جبهه الضباب منطقه جبل حبشي كسر هذا الحصار وافكه بحيث دام لمده 3 سنوات. تم السيطره على سده المناره ونقيل الكراش وهو معبر فاصل ما بين منطقة مكائر ومنطقة وهر، كان يستخدمه الحوثيون لمرور العامة المواطنين مرورا على الأقدام ومنع مرور السيارات والمركبات. منطقة الزعيف تم تحريرها وثبت المشفق الشرقي وثبت الزبيرية وثبت التوفيق والشابعة والقاعدة والصفراء. كانت المواجهات شرسة من بداية صباح يوم أمس حتى يومنا هذا. حاول العدو جهة الصراهي من الجهة الغربية المحايدة إلى جبهة مقبنة
تم التصدي لهم بسواعد الأطفال للواء السابع عشر من شاه. وبما أن العدو يستخدم الألغام، أخي الكريم ألغام يعني شاهدتها بالمتعين أنا وقائدي ورئيس عمليات اللواء السابع عشر حمود عبد الحمود العقيد عبد الحمود الصغير، تخيل أنها شبيهة بالمنطقة بالأحجار. طيب سأعد لك لنتحدث بمزيد من التفصيل عن الصعوبات الآن الماثلة لديكم في هذه الجبهة، لكن أعود مرة أخرى لنائب المتحدث باسم حوار تعز سيادة العقيد عبد الباسط. أهمية الآن تم في العملية العسكرية الأخيرة السيطرة على بعض المواقع في جبهات المحافظة المختلفة، أهمية هذه المواقع هل هي مهمة في مسار المعركة ضد ميليشيا الحوثي داخل مدينة تعز؟ أولا معركة لأن الحوثي يحصد ويعزز إلى هذه المحافظة ويعتبرها معركته الفاصلة، وبالتالي هي تستنزف كثير من إمكانيات العدو ومن إمكانيات الحوثيين، وتؤدي إلى إسراع التقدمات في مناطق أخرى بسبب سحب التعزيزات منها إلى محافظة تعز. في تعز أيضا ما تم التقدم إليه وما تم تحقيقه حتى الآن هو يسير في اتجاه كسر الحصار تماما في الاتجاه الشرقي بالوصول إلى ضاحية الحوبان الهامة والاستراتيجية والاقتصادية، وأيضا فيها المطار الدولي وأيضا المحددة لمحافظة إب، وفيها أيضا عقد المواصلات التي ترتبط بعدد من التقدم أيضا من الصين باتجاه مدينة خدير. أيضا هذا تقدم كبير لأنه سيصل إلى الخط الواصل مع محافظات الجنوب، وهو الخط الذي يعبر عبر الراهدة إلى لحج وإلى محافظات عدن، واليوم قواتنا قريبة من هذا الخط تقترب منه أكثر. هناك أيضا تقدم بالاتجاه الشمالي، وهذا أيضا تقدم مهم لأنه سيصل إلى خط الستين، خط الستين الذي يربط عدد من المديريات ويربط أيضا ضواحي تعز بمحافظة إب وبمحافظة الحديدة شرقا وغربا، وبالتالي التحكم او الوصول لهذه الطرق يعني سيساعد كثيرا في بكر كسر الحصار عن عرض تعز وتحرير اجزاء تعز من قبضه الميليشيات. التقدم الغربي ايضا بجبل حبشي ومقبنه هذا يمكن القوات من تحقيق إلى أن نلتقي مع القوات الشرعية التي تسيطر على الساحل الغربي لمدينة تعز، وبالتالي فتح منفذ في المحافظة إلى البحر. هذه الثلاث الجبهات أو القطاعات هي قطاعات هامة في طريق استكمال التحرير وأيضا كسر الحصار. إذن شكرا جزيلا لك عبد الباسط البحر النائب المتحدث باسم حوار تعز. أعود لضيفي قائد جبهة جبل حبشي سيادة العقيد فؤاد. الآن سيطرتم على كما تقول على عدد من المواقع في جبهة جبل حبشي، هل هذه المواقع باتت آمنة وما هي العوائق التي تواجهونها في جبهة جبل حبشي في الوقت الحالي؟ أخي الكريم، بالنسبة للمواقع التي تم السيطرة عليها مواقع مؤمنة تماما وتسيطر على الخط الرابط منطقة الرمادة الذي هو يعتبر خط رابط ما بين تعز والحديدة. نحن المتحدة ونشكر قيادة محور تعز لدعمها الحثيث ومواصلتنا بكل ما يحصلنا عليه من دعم. المعوقات التي تعيق الآن تقدمنا يعني درجة أولى الألغام الشائكة التي وضعها الحوثي والمتفجرات وغيرها من الذي تعيق التقدم بالنسبة للعشاء. أما بالنسبة لاستخدام العدو لمدفعيته كاتيوشا وتواريخه ولمناطق كانت مناطق حيوية للسكان أو مناطق مواجهات، إنما نحن نطلب الدعم من كاتحالف
ونشكرهم بما قاموا به من دعم جوي وتوجيه جوية. وبالنسبة للأجهزة نزع العظام يعني شحيحة بالنسبة للجبهة، ونعمل بالإمكانيات البسيطة المتاحة، وهذا العدو مندحر ومنتحر في نفسه إن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة لوضع المدنيين، بما أن المعارك ما زالت مستمرة في الجبهة لديكم، كيف هو وضع المدنيين وتأثير هذه المواجهات عليهم؟ يا أخي المدنيين بالنسبة لمحافظة عدن بشكل عام يوميا وباللحظات يعاني المدنيين قصف الحوثي عشوائي من جميع الأحياء السكنية. كانت مواجهات أحياء فيها مواجهة أو غير مواجهة، هو متعمد لضرب الأحياء السكنية البعيدة أو القريبة من المواجهات. طيب بالنسبة لكم في هدف العملية العسكرية، هل فقط تأمين منطقة جبل حبشي أو ربما تلتحموا بجبهات أخرى؟ هل لديكم القدرة على ذلك؟ تم طرحها من قبل قيادة المحور فعل قيادة ألوية المحافظة، أولا لقطع خطوط إمداد العدو الخط الرئيسي الرابط ما بين تعز والحديدة، وتقسيمه تقسيم عبر الجبهات بالنسبة للقطاع الغربي جبهة الضباب جبل حبشي ومقبرة، لديهم خطة استراتيجية محكمة، وسيتفاجؤون في الأيام القادمة ماذا يعني تقدمنا في هذه المواقع. أشكرك جزيلا. إذا قائد جبهة جبل حبشي العقيد فؤاد حسان الشويع كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. إذا في هذه الحلقة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن ما الذي حققته العملية العسكرية الأخيرة في المحافظة منذ انطلاقها، وأهمية المواقع التي تم السيطرة عليها في مختلف جبهات محافظة تعز سواء الشرقية أو الغربية أو الشمالية، وأيضا التقييم لهذا التقدم الحاصل الآن، هل هو يرتقي لمستوى الأهداف المرسومة لهذه العملية العسكرية الأخيرة التي انطلقت كما يقال من أجل تحرير المحافظة بشكل كامل؟ سينضم إلينا من تعز أيضا للحديث في هذه النقاط المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، لكن ربما نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من زوايا الحدث. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. الأرض حروا لك وبنا
من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث التي نناقش فيها تطورات العملية العسكرية الأخيرة في تعز، ونبحث عن ما الذي حققته هذه العملية العسكرية بالنظر إلى أهمية المواقع التي تم السيطرة عليها في مختلف جبهات المحافظة، وأيضا التقدم الذي يحرز هل يرتقي إلى مستوى الأهداف المرسومة من قبل الحكومة والتحالف العربي في سياق تحرير محافظة تعز وفق الأهداف التي أعلن عنها سواء على لسان محافظ تعز المعين مؤخرا أو عبر القادة العسكريين وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحافظة. واستمعنا لحديث ربما نائب المتحدث باسم محور تعز العسكري عبد الباسط البحر، وأيضا قائد جبهة جبل حبشي إحدى الجبهات المشتعلة داخل محافظة تعز. واستمعنا إلى طبيعة ينضم إلينا أيضا من تعز إذن المتحدث المحلل السياسي والكاتب الصحفي عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. ارحب بضيفنا من تعز عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي. اهلا بك استاذ عبد الهادي. استاذ عبد الهادي. نعم استاذ عبد الهادي، بدايه ما تقييمك للعمليه العسكريه الاخيره في محافظه تعز والتي اعلنت لتحرير المحافظه كما قيل؟ العملية العسكرية التي أعلنت أخيرا، أعتقد أنها بمرور نحن في الأسبوع الثاني تقريبا حققت إنجازات كبيرة مقارنة بالعمليات العسكرية السابقة. إذا قلت بحجم التحرك على الأرض، لكن السؤال الأهم هل هنالك استمرارية ومدى ثبات حركة الطيران في هاي اليومين الماضيين؟ هناك خطة في حركة الطيران أولا، ومسألة التقدم تعتمد بشكل أساسي على الغطاء الجوي بشكل كبير والسلاح الثقيل، وهذا السبب الرئيسي لبطء التقدم في اليومين الأخيرة بالذات. طيب، بماذا ترتبط عملية الاستمرارية في هذه العملية العسكرية؟ ماذا بالضبط؟ تتحدث عن أهمية استمرار هذه العملية العسكرية في محافظة تعز، تقول أنها ربما حققت أهداف مهمة في هذه العملية الأخيرة. سؤالي لك عن الاستمرارية، لها علاقة بماذا؟ ترتبط بماذا؟ يعني ما الذي يمكن أن يجعل هذه العملية أن تستمر أو تتوقف؟ العملية من أجل أن تستمر تحتاج استمرار الدعم، استمرار تزويد الألوية بحسب الخطة العسكرية، الألوية والمحور بحسب الخطة العسكرية التي قدمت. إلى الآن لم ترصد الطلبات التي تقدمت بها قيادة الألوية والجبهات في محافظة تعز وهم والمحور تماما، لم ترصد بشكل كامل. هنالك نقص إلى حد ما يتم استعاضته بطريقة أو بأخرى بالتعاون الكبير بين الألوية، وهذا ما جعل الحركة لا تشمل الجبهة بأكملها التي يبلغ طولها حوالي 350 كيلومتر من شرق المحافظة مرورا ب عاصمة المحافظة والجانب الغربي. العملية العسكرية يجب أن تشمل كل الجبهات وبشكل منتظم، تشكل حالة استنزاف. يجب أن يستمر أكثر، تستمر التغطية العسكرية بشكل كبير للتعامل بدرجة أساسية مع أماكن وجدت فيها حقول ألغام كاملة، خصوصا أماكن الأماكن التي يرشح أن تكون أماكن تقدم أولا. والجانب الآخر من هذه العملية استمرار الدعم المالي من جهة، والجانب الأهم هو السلاح الثقيل وذخائره، وبالتالي هذه السيطرة وما يخص مسألة غطاء الجرحى والجانب المصابات بجرح الجيش والمعدات اللازمة. الطيران يجب أن يستمر بفعالية كبيرة بالدخل استدار السلاح الثقيل الذي أصبحت الجماعة الانقلابية تستخدم تراجعها وهزائمها سواء في من منفذ القطاع الأول أو شارع سكين. هناك تقدم الآن بشكل كبير في الجبهة الغربية والشرقية وأيضا في منطقة الفلو، لكن هذا التقدم لم يستمر في الجبهات الشمالية الشرقية من جبل صبير تحديدا الجبهة الشرقية اللي يستمر التقدم من جبهة الفلو. بنفس العملية يجب أن يترافق التقدم بشكل كبير من جبهة جبل حبشي التي تكون في المنتصف من الجبل مع الجبهة الملافقة للجبل من ناحية الربيعي. يجري تقدم في اتجاه
في حين الاتجاه الاخر تعوز الامكانيات بالذات ما يخص السلاح الثقيل. عملت تعيق قذائف الدبابات ايضا لا توجد داخل داخل المحور باكمله ولا قائد صاروخي واحد للمتبعيه الصاروخيه، وهذا يعطي اهميه كبيره للقطاع الجوي. يتم الاعتناء في عمليه التقدم على القطاع الجوي. طيب، كنت أشرت لمجموعة من المطالب للقيادات العسكرية في محافظة تعز لم يتم الاستجابة لها، ما هي هذه المطالب؟ هناك مطالب معركة، هذه المسألة طلبت من خطة عسكرية. هناك مطالب المعركة ما يخص مسألة التسليح الجاهزية، ما يخص أيضا القطاع المالي. المعركة عموما تعتبر عمليتين متواجدتين، الجانب البشري هناك طارق الجانب البشري، لكن تحريك هذا الجانب البشري يحتاج غطاء من التسليح. كمية الأسلحة المتوافرة والتي استلمتها الولايات الموجودة لا تغطي 40% من إجماعي القوة. القوة الموجودة موجودة بشكل كبير. هناك الآن حوالي 65 إلى 70% من القوة خارج العملية العسكرية، والسبب نقص الإمداد والتسليح. مسألة التسليح تبدأ من الأسلحة الفردية الخفيفة إلى المتوسطة إلى السلاح الثقيل. إجمالي عدد القطع الكبيرة لدى محور تعز لا تساوي تسليح كتيبة مكتملة بالسلاح الثقيل، لا كتيبة ميكانية ولا أيضا كتيبة مدفعية. هذه العملية كيف يمكن أن نوزع سلاح لا يكفي كتيبة لخمسة ألوية؟ هذه مسألة أو قسمة ضيزة لهذا الاتجاه. يجب أن يكون هناك نقل معدات عسكرية كفيلة للحركة إلى الأمام، تتقدم على خيولات محددة تحت سيطرة تحكم، تحت من يفض الاستجابة، تحت عمليات تدخل. المسألة أوكلت للعمل بسلاح ثقيل يتم تغطيته من الطيران. إذا بالضرورة أن يكون الطيران محلق بشكل تام 24 ساعة ويتعامل مباشرة مع قادة الأنساق الأمامية بدلا من التعامل من غرفة العمليات. أشكرك جزيلا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، كنت معنا من تعز، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث والتي ناقشنا فيها تطورات العملية العسكرية الأخيرة في تعز. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، في أمان الله.